وأنت تستمع إلى رائعة عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان، وأنت تستمع إلى رائعة أم كلثوم للصبر حدود، وأنت تستمع إلى فايزة أنا قلبي لك ميال، وأنت تستمع إلى نجاة في عيون القلب، يجب أن تتذكر أن خلف هذه الأعمال الموسيقية الكبرى فنانا عبقريا اسمه محمد الموجي الذي لحن هذه الأعمال. تقديرا لهذه المسيرة الفنية لهذا الفنان، تحتفل هيئة الترفيه في حفل فني يقام يوم الخميس القادم، تحتفل بروائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، وذلك ضمن تقويم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي. ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي امتدادا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته وأقيمت على المسارح الفنية السعودية.